إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نلتئم جميعاً في أشغال هذه المناظرة الوطنية. إذن اليوم تنعيش واحد اليوم تاريخي اللي كيهم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجال الشغل وفي القطاع الخاص، واللي تيجي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والعناية الكبرى التي يوليها للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، أيضا تفعيل مضامين دستور المملكة وتنزيل مقتضيات البرنامج أو التزامات البرنامج الحكومي. فاليوم هذه المناظرة اللي كتنظمها يعني ثلاث قطاعات حكومية، هي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. تم اليوم توقيع MOU أو إطار شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ممثل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما تم توقيع شراكات اللي غتبدأ منذ اليوم في إدماج أشخاص في وضعية إعاقة في مجال الشغل كتجارب ناجحة اللي بدينا هذه سنة ونصف مع وزارة الصناعة والتجارة ومع الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية. فغادي يكون توسيع لعدد من الشركات سواء في مجال التوزيع أو في مجال الأوتسورسين أو توريد الخدمات، وأيضا تم توقيع شراكة مع الفيدرالية ديال الشركات اللي كتشتغل في مجال نقل المستخدمين من أجل تسهيل نقل المستخدمين في وضعية إعاقة إلى أماكن عملهم. فإذا هذا كما قلت واحد اليوم تاريخي، لأنه تيمثل البداية ديال تفعيل تنزيل المادة 15 من القانون 97/13، ونحن سعداء جدا لأنه تيجي أيضا في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة. فهكذا تتشغل الحكومة في ترسيخ في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ووضع لبنات لتفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة في إطار تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية اللي غادي يجمع جميع المواطنات والمواطنين بما فيهم الأشخاص اللي هما ذوي إعاقة، باش حتى هما عندهم الحق كيضمنوا الدستور، عندهم الحق للولوج للخدمات وللولوج لسوق الشغل. فكنتمنى النجاح والتوفيق لهذه الاتفاقيات، وتنبغي ننوه بالمجتمع المدني اللي تيقوم بواحد العمل جبار، ولا انسى الاعلام لانكم دائما مواكبنا، فشكرا لكم. هذه المناظره اللي منظمه تحت الرعايه الساميه ديال سيدنا الله ينصرو كتاكد الاهتمام الخاص ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله على هذه الفئه المجتمعيه اللي مازال ما خدات حقها في التنميه والتطور ديال بلادنا. اليوم بالبرهان والدليل تبين بادماج اكثر من 30 مواطنه ومواطن ذوي احتياجات خاصه واعاقه ذهنيه في المقاولات، ان المساهمه ديالهم في تنميه وادماج هذه المقاولات والتنافسيه ديال هذه المقاولات تعرفات بالجديه ديالهم، تعرفات بالتماسك ديالهم، تعرفات بخلق جو تضامني داخل المقاولة، وهذا ربح كبير لكل مقاولة اللي كتدمج هاد الأشخاص ذات إعاقة ذهنية. واليوم بإدماج شركاء جدد اللي فهموا هاد الفائدة اللي عند هاد بالنسبة للمقاولات ديالهم، اللي غيستافدوا من هاد الكفاءات والمهارات الخاصة، غيتمكنوا من تقوية هذا الإدماج ديال هاد الأشخاص ذات مهارات خاصة في سوق الشغل، وغنتمكنوا أيضا من توفير لهم الحقوق ديالهم أولا، وتوفير لهم الطموح ديالهم الشرعي للعيش الكريم. جيت اليوم باش نتكلم على البوان دو فيو ديال لا سي جي ام بارابور على انسيرسيون دي بيرسون ان سيتواسيون دو هانديكاب في الشركات عندنا هنا في المغرب. احنا عندنا في دون لو كادر دو لا سي جي ام عندنا واحد الجروب بارلمونتير كي اسوسي ا توت سي ريفليكسيون سور لا مانيير دانسيري لي بيرسون ان سيتواسيون دو هانديكاب دون لونتربريز ماروكين. Il y a un guide aussi qui a été qui est sorti en 2007 qui en 2017 pardon sur comment accueillir les personnes en situation de handicap dans l'entreprise marocaine. Aujourd'hui, le challenge le plus important, c'est que nous avons tous les gens,
الدولة، الشركات، الاسوسياسيون pour créer le cadre propice pour que les personnes en situation de handicap يقدروا يخدموا في الشركات ديالنا. دابا المشكل الاول هو المشكل ديال القرايه والمشكل ديال لا فورماسيون. Il faut l'accès à l'éducation, l'accès à la formation qui passe par l'accès physique à la formation, à l'éducation, les aides, les assistantes de vie scolaire au sein des écoles. باش هاد الناس يكبروا كما كل وطني مغربي مغربي pour être en situation d'employabilité. ودابا الشركات ديال المغرب كاملين سورتو الشركات اللي كاينين في لا سي جي او ام عندنا une politique de RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, et donc les entreprises sont ouvertes à employer des personnes en situation de handicap, mais il faut que ces personnes soient employables et puissent avoir des qualifications pour servir aussi l'entreprise. وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي المسرع، والاتحاد العام للمقاولات المغرب. لحظة تاريخية لمستقبل يدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مسؤولية المجتمع.